والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وسارة نجيب، أهلا بك سارة. أهلا يوسف، أهلا سحر، أهلا بكل السادة المشاهدين. والآن موعدنا وجولة اقتصادية لنشرة التاسعة. أكد وزير البترول طارق الملا أن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية يعكس حجم الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة منذ عام 2014. وأوضح الوزير أن قطاع البترول قام بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسعة، بما يفوق عدد الوحدات التي تم توصيلها في 34 عاما. ولفت الملا إلى أن من أهم عوامل ارتفاع معدلات التوصيل هو مبادرة وزارة البترول التي بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بنظام المشروع. قال مسؤول بشركة غاز بروم الروسية إن شركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بحجم 38 مليون و900 ألف متر مكعب يوميا عبر محطة صادكا لضخ الغاز في منطقة كورسك، وإن طلب ضخ الغاز عبر منطقة سخرانوفكا رفضه الجانب الأوكراني، ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي، إذ تم تعليق الضخ عبر خط نورد ستريم بالكامل. أعلنت شركة بيد باث أند بيوند الأمريكية لبيع السلع المنزلية بالتجزئة إفلاسها بعد سنوات من الخسائر التي تجاوزت مليار دولار سنويا، فيما واجهت المجموعة صعوبة للتكيف مع ظروف اقتصادية غير مستقرة وهيمنة قطاع التسويق عبر الإنترنت. وقدمت الشركة طلبا للحماية بموجب الفصل 11 لمحكمة الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية لمقاطعة نيو جيرسي الذي تتخذ فيه مقرا على ما أظهرت وثائق المحكمة. وبقيت هذه المجموعة التي تبيع كل الأغراض المنزلية لسنوات إحدى أهم الشركات الأمريكية. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة إلى سحر ويوسف مرة أخرى. شكرا لك سارة نجيب.